حياكم الله أحبتي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج البيئة وعي. هذا البرنامج الذي تعده لكم دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة، وتفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليها سويا في حلقتنا لهذا اليوم. والبداية من العناوين: البيئة تشارك في افتتاح مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية، ورش عمل لتسليط الضوء على المشاورات الوطنية للمعلومات المناخية، حول توعية وتشجير في أروقة جامعة النهرين، مع أهم الأنشطة لمديريات البيئة في بغداد والمحافظات. استقبل وزير البيئة المهندس نزار أميدي السيدة جانين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، والسيد غلام أسحق نائب الممثل الخاص والمنسق المقيم في العراق، والسيد كلاوديو كوردن نائب الممثل الخاص للشؤون الإنسانية والمساعدة الانتخابية. أميدي أكد حرص الحكومة العراقية على تعزيز التعاون والتنسيق مع البعثة الدولية والمجتمع الدولي من أجل تفعيل الإجراءات المتخذة لمواجهة تأثير التغيرات المناخية، والاستعداد لمشاركة مميزة وفاعلة في مؤتمر التغيرات، لافتا إلى قرار الحكومة الجاد بجعل هذا القطاع الزراعي مهما. أكد وزير البيئة المهندس نزار أميدي بضرورة إيجاد ضوابط لتسريع المنح الموافقات البيئية من خلال المنصة الإلكترونية لتشمل المحافظات كافة بعد نجاح انطلاقها التجريبي في بغداد، مشددا في الوقت ذاته على تفعيل مذكرات التفاهم مع المراكز البحثية. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا مع مدراء مديريات التغيرات المناخية والبيئة الحضرية لمناقشة ومتابعة البرامج المعدة والخطط والمشاريع المنجزة. علينا جميعا حماية البيئة يدا بيد لبيئة أجمل وأنقى. التغيرات المناخية الخطيرة التي شهدها العراق دفعت المهتمين بالشأن البيئي إلى تنظيم ورش عمل لمواجهة تلك التحديات الخطيرة. تفاصيل أكثر نتعرف عليها سويا إحنا وياكم بالتقرير الآتي. على ما يبدو أن التغيرات المناخية الخطيرة التي شهدها العراق والتي من أبرزها ظاهرة التصحر وارتفاع درجات الحرارة إلى الدرجات القصوى دفعت المسؤولين عن الملف البيئي وبرنامج الأغذية العالمي إلى تنظيم ورشة عمل مهمة لتسليط الضوء على أهمية المشاورات الوطنية للمعلومات المناخية. هذه الورشة مهمة جدا، تم النقاش فيها بجوانب متعددة حول أهمية تأطير ومؤسسة المعلومات المناخية وتوحيدها في مرجعية على شكل بنك معلومات يمكن لصانع القرار البيئي المستقبلي أو وضع السيناريوهات المناخية الاعتماد عليها. الورشة مهمة وتمثل رؤية وانطلاق جديد لعمل فعلي في وزارة البيئة باتجاه تهيئة الفريق الوطني العراقي لمشاركة فاعلة في كوب 28 في الإمارات العربية المتحدة. ممثل برنامج الأغذية العالمي علي رضا الذي شارك في هذه الورشة حذر من خطورة الملف البيئي في العراق خاصة بعد التغيرات المناخية الأخيرة التي طرأت عليه، مؤكدا في الوقت نفسه أن العراق يمتلك الكثير من الخبرات الفنية والعلمية في المجال البيئي. طبعا العراق واحدة من الدول الأكثر تعرضا إلى الجفاف وإلى تداعيات التغيرات المناخية، ولقد لاحظنا على موسمين متلاحقين أن العراق كان يعاني من شحة كثيرة في خلال المستويات المياه وكذلك على مستوى الجفاف، مما يؤثر خطرا رئيسيا وتهديدا مباشرا على أمن واستقرار العراق من هذا الجانب. بصراحة احنا عندنا مشاكلنا الرئيسية في موضوع التغير المناخي هي موضوع الجفاف والشحة المياه. هذه خلينا نقول المواضيع الرئيسية او الآثار الرئيسية اللي تأثر على قطاع الزراعة، تأثر على قطاعات اخرى. فبصراحة احنا حتى نعالج هذه المواضيع لازم تكون عندنا إدارة صحيحة للموضوع المياه. وكان العراق قد عقد في 12 من آذار للعام الحالي
مؤتمرا للمناخ في محافظة البصرة شهد مشاركة دولية كبيرة فضلا عن مشاركة المنظمات العالمية والمحلية التي تعنى بالشأن البيئي لبرامج التوعية البيئية. عباس حميد، بغداد. طموحنا أن يكون العراق سلة الشرق الأوسط للغذاء بعد تطوير القطاع الزراعي والإروائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبمساهمة فاعلة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. المشاكل والتهديدات للبيئة العراقية الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية في العالم، شحة المياه وموجات الجفاف، العواصف الترابية وتصحر الأراضي، ارتفاع مفرط في درجات الحرارة، تدهور اقتصادي وازدياد حالات الفقر والبطالة، تأثيرات ملحوظة على بيئة وصحة المواطن. تغير المناخ هو حالة طوارئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية بسبب قرون من مخرجات التلوث الناجمة عن الثورة الصناعية في العالم، فهي قضية تتطلب تعاوناً دولياً للتحرك نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون. وتعمل الحكومة على أن يستفيد العراق من تنفيذ مشاريع آنية ومستقبلية تسهم في تحسين الاقتصاد الأخضر. سلوكنا حضارة، بيئتنا اهتمام، لنحافظ عليها سليمة ونظيفة. افتتاح مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية لتعزيز المفاهيم البيئية والعمل على ممارسة الأدوار المطلوبة لمواجهة المشكلات البيئية. تعالوا معنا لمعرفة التفاصيل من خلال التقرير الآتي. تعزيز الجهود الإعلامية والتوعوية ومضاعفة حملات التوعية البيئية من أجل تحسين القطاع البيئي، خاصة في ظل التحديات البيئية الكبيرة التي يشهدها العراق والعالم وتفاقم آثار التغيرات المناخية. هذا ما أكدت عليه وزارة البيئة خلال مشاركتها في مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية. حقيقة نحن اليوم نمثل معالي وزير البيئة و الكادر المتقدم في دائرة التوعية والإعلام ودائرة حماية وتحسين الوسط في هذا المهرجان، مهرجان بابل، مهرجان مهم يحمل في طياته الكثير من الرسائل الثقافية والإعلامية والأدبية والسياسية. نحن اليوم نظهر هذه كفعالية فنية على مستوى وطني، وأيضا لنا جهود في الاستفادة من هذا الحشد الكبير حتى نقيم بعض الفعاليات ذات التوعية البيئية التي تناسب المشهد هنا. بالتأكيد هذه رسالة وإشارة أنه نحن شعب معطاء، شعب حضاري، يعني نندمج مع الثقافات العالمية أيضا بذات الحال. مسرور جدا بشعارات وزارة البيئة ودعم دعم البيئة أنه اليوم منتشرة في كل مكان، يتحدثون عن الخضراء وعن البيئة وعن كذا. وزارة البيئة تعمل على إشراك وتبني مختلف الإبداعات الفنية والثقافية والمجتمعية لتعزيز المفاهيم البيئية والعمل على ممارسة الأدوار المطلوبة لمواجهة المشكلات البيئية وأهمها التغيرات المناخية. حقيقة أكو هناك اهتمام بالمواضيع البيئية، يمكن الناس خاصة بعد كورونا بصراحة هاي التجربة الصعبة صارت تتحسس أكثر، صارت تسلك سلوك بيئي طبي أكثر، فتشوفين الناس يعني بعدها لحد الآن محافظة على هذا الموضوع، وهذا فشي مهم. فالمواضيع البيئية مهمة جدا في هذا المجال بالذات. تجمع ممتع، والحقيقة احنا مملوئين بالغبطة والفرح والسرور بهذه المناسبة السعيدة انه عادت بابل من جديد ونهضت ثقافيا وتراثيا وحضاريا وبيئيا. اكيد جاي احنا نلاحظ اكو تطور جاي يصير، مساحات خضراء متنزهات جاي تنفتح، فهذا جاي يزيد من الواقع البيئي، يعني جاي الى الاحسن الواقع البيئي اكيد 100%. ويعد مهرجان بابل واحدا من اكبر المهرجانات التي تضم مختلف الثقافات، كونه يضم جماهيرا واعية
رحبت بالشعارات والمطبوعات التي تضمنت مفاهيم بيئية تحث على أن يكون الجميع أصدقاء للبيئة. لبرامج التوعية والإعلام شهد القاضي بابل. انظر يا عم علاء الدين، أرى دجلته قد شح وقل زراقه ونقاوته. نعم سندباد، هذا بسبب التجاوزات التي تطال دجلة وباقي الأنهار والناتجة من رمي النفايات والأنقاض من الأنشطة الصناعية. ماذا تعني بالأنشطة الصناعية؟ الأنشطة البلدية والنفطية والصحية والكهرباء ومنشآت القطاع الخاص، كلها عليها مراعاة عدم رمي نفاياتها في مصادر المياه. وماذا على المواطن من مخالفات؟ بعض المواطنين يرمون مختلف الأنقاض والنفايات والحيوانات النافقة، والمخيف أكثر أقفاص الأسماك التي يزيد عددها عن المعقول، كلها تسبب مشاكل تلوث تطال دجلة والفرات. لابد للوزارات المعنية أن تهتم بهذه الأنشطة ومراعاة الحفاظ على سلامة دجلة والفرات. لا تنسى ولدي سندباد أن هدر المياه بات مشكلة كبيرة، لابد للمعنيين في شأن التوعية حث المواطنين بعدم الهدر بمياه الشرب، لأنه سيهدر الأموال ويزيد من كميات مياه الصرف الصحي الغير معالجة، وبذلك سيزداد التلوث على مصادر المياه. جميل جدا هذه الإذاعات المتنقلة وإشراك وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في حملات التوعية. العراقيون معروفون بغيرتهم وشهامتهم وحبهم لوطنهم، ولا بد لبلد الحضارات العراق أن ينفض غبار الماضي ويتألق أكثر وأكثر مثلما كان في كل العصور. بيئة سليمة، إنسان ينبض صحة وحياة. ضمن حملات التوعية والتشجير التي تبنتها وزارة البيئة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، شهدت جامعة النهرين انطلاق حملة توعية وتشجير بالتنسيق مع رئاسة الجامعة وبلدية الكرادة. تفاصيل أكثر في التقرير الآتي فلنتابع. ضمن تنفيذ البرنامج الحكومي في الحفاظ على البيئة والتصدي لآثار التغيرات المناخية، نفذت وزارة البيئة دائرة التوعية والإعلام حملة تشجير واسعة في أروقة جامعة النهرين بالتنسيق مع رئاسة الجامعة الشعبة الزراعية وبلدية الكرادة. تم من خلالها زراعة العديد من الشتلات الدائمية والموسمية. استثمرنا هذه الحملة في هذه الأجواء اللطيفة لخلق بيئة جامعية وزيادة المساحة الخضراء. مثل حضراتكم تشوفون هي زراعة الورد وبعض الأشجار، والجامعة أيضا يعني مساحات الخضراء أكثر من 40% بالشكل المعزز. قامت دائرة التوعية والإعلام البيئي حملة في داخل جامعة النهرين بالتعاون مع بلدية الكرادة والكادر التدريسي الموجود في الجامعة، وكانت هذه الحملة هي زراعة شتلات مختلفة في الساحات الموجودة في داخل الجامعة. هذا كله يأتي ضمن تنفيذ استراتيجية الوطنية لوزارة البيئة والمنهاج والبرنامج الحكومي لزيادة المساحات الخضراء في داخل بغداد والمحافظات. إقامة فرق تطوعية مشتركة بين وزارة البيئة وجامعة النهرين لزيادة المساحات الخضراء وتشجيع الطلبة على غرس الأشجار لما لها من تأثيرات إيجابية في تحسين البيئة وتقليل التلوث، هذا أهم ما حرصت عليه. والله احنا من أمانة بغداد جهد مشترك مع وزارة البيئة، اليوم قمنا بحملة تشجير في جامعة النهرين. الوقاية من هواي شغلات والجمالية. وتزامنا مع فصل الربيع تأتي حملات التشجير وزراعة النباتات الظلية والموسمية المختلفة في حدائق الجامعة ضمن إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتنمية روح العمل الجماعي التطوعي من أجل إرساء ثقافة الاهتمام ونشر الوعي البيئي في المجتمع وتوسيع رقعة البساط الأخضر. جميلة هي الحياة،
حينما تحتضنها بيئة أجمل. مرحبا مشاهدينا الكرام، اليوم حنتحدث عن مرض مهم جدا وهو مرض الحمى النزفية. هو مرض خطير قد يؤدي إلى الوفاة. سبب هذا المرض هو فيروس الكونغو الذي تنقله هذا الفيروس تنقله القرادة ويصاب به الإنسان أو الحيوان. لذلك من المهم أن ننوه وننبه المواطنين عن طريقة انتقال هذا المرض والوقاية منه. ينتقل هذا المرض أما نتيجة أكل لحوم الحيوانات المصابة بالفيروس أو نتيجة لسعة القرادة اللي تحمل هذا الفيروس. لذلك يجب تخلص من مخلفات الذبح العشوائي بشكل صحي وكذلك السيطرة على الذبح العشوائي، ويجب طبخ لحوم الحيوانات بشكل جيد قبل تناولها. دمتم بصحة وعافية. لأنها حياتنا وحياة أجيالنا، احمي بيئتك فهي نعمة الله علينا. الآن ننتقل سويا إلى الحقيبة الإخبارية لمتابعة أهم الأخبار والفعاليات التي تقوم بها الوزارة في بغداد وبقية المحافظات، فإلى هناك. أجرت الفرق الرقابية في مديرية بيئة الأنبار كشفا بيئيا لعدد من الأنشطة الزراعية المتمثلة بحقول الدواجن في قضاء عنا، تم خلالها رصد عدد من المخالفات تمثلت بعدم حصولها على الموافقات البيئية المطلوبة. وسيتم رفع التجاوزات الموجودة واستحصال الموافقات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009. أجرت الفرق الرقابية شعبة البيئة الحضرية وحدة مراقبة وتقييم الأنشطة الصناعية زيارة ميدانية لناحية الكفل لمتابعة معامل الطابوق والإسفلت والتأكد من التزامها بالضوابط البيئية. ورصدت فرق المديرية خلال جولاتها عدم التزام شركة إنتاج الإسفلت بالمحددات البيئية والمتمثلة بانبعاث أدخنة سوداء كثيفة ملوثة للبيئة. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأنشطة المخالفة للتعليمات الصادرة من الوزارة بحسب قانون حماية وتحسين البيئة. تابعت الفرق الرقابية في بيئة بغداد الشكوى المقدمة من أهالي قرية عبد السلمان في منطقة الجيبشي الشرقي الخاصة بوجود تصريف مياه للصرف الصحي بصورة غير نظامية وبدون معالجة على أحد المبازل الرئيسة. وقال مدير بيئة بغداد حيدر يوسف محمود إن أمانة بغداد دائرة مجاري الكرخ قامت بالتهيئة لمد أنابيب لتصريف مياه المجاري التابعة لمحطة رفع الدور الرئيسة على المبزل، والذي يستخدمه بعض المزارعين للسقي ويعد مصدرا مائيا مهما لأهالي المنطقة. أجرت فرق مديرية بيئة ميسان زيارة ميدانية لمكون هور الحوازة ناحية بني هاشم التابعة لقضاء الكحلاء تنفيذا لمفردات الخطة الوزارية ومتطلبات لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسكو. وقال مدير بيئة ميسان باسم محمد إنه استكمالا لمتطلبات منظمة اليونسكو والاتحاد العالمي لصون الطبيعة، تم إجراء زيارة ميدانية إلى مكون هور الحوازة بركة أم النعاج التابعة لقضاء الكحلاء، والذي تم انضمامه إلى لائحة التراث العالمي لمتابعة الصيد الجائر للأسماك والطيور ومسح أنواع وأعداد الطيور المائية المهاجرة والمستوطنة، فضلا عن معرفة وتحليل النوع المهددة بالانقراض. نفذت الفرق الرقابية في بيئة صلاح الدين جولة ميدانية لمشروع ماء تكريت الموحد كجزء من خطة وزارة البيئة بمتابعة مجمعات ومشاريع المياه في عموم المحافظات. وتم خلال الجولات إجراء كشف بيئي تم خلاله مراقبة مراحل تصفية وتعقيم المياه ومضخات وأحواض مادة الشب ومخازن غاز الكلور وأحواض التغطيس والفلاتر وفق المحددات البيئية حفاظا على سلامة المواطنين.
وجهت فرق مديرية بيئة النجف الأشرف عدد من الإنذارات لمجموعة من الأنشطة الخدمية المخالفة بعد متابعتها من قبل الفرق الرقابية. الإنذارات شملت محطة معالجة كومباكت المشخاب ومحطة معالجة البايوشيفت ومحطة معالجة البراكية التابعة إلى مديرية الأشرف لعدم التزامها بالمحددات البيئية. هواؤك، ماؤك، أرضك، ملكك، حافظ عليها من التلوث. وبهذا أحبتي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بمهام جديدة لوزارة البيئة. إلى اللقاء.